السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم مرة تانية مع الدرس الرابع في الوحدة التانية، واللي كانت بتتكلم لي عن I want to be healthy، يعني أنا أريد أن أكون بصحة جيدة. طبعا في الدرس ده حبايبي هنعرف يعني ايه كلمة nightmare. nightmare يعني الكابوس أو الحلم السيء، اللي هو حبايبي الباد دريم. وهنعرف عن الحلم السيء اللي الولد حلمه بخصوص البيئة وازاي انها اصبحت ملوثة، وازاي ان هو كان خايف ومتضايق جدا في الحلم ده لان كل شيء حوالينا اصبح فيه تلوث، ولكن هيلاقي ان ماما بتناديه وده كان مجرد كابوس. تاني كابوس يعني nightmare. تعال نشوف عنوان الدرس بتاعنا an awful nightmare. an awful nightmare. awful حبايبي بمعنى مخيف، nightmare بمعنى كابوس، احنا الكابوس يعني bad dream يعني حلم سيء. تعالوا نبتدي حبايبي يلا الكي فوكابولاري اللي معانا في الدرس. اول كلمه كلمه toxic. toxic toxic بمعنى سام. acid 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 بمعنى حمضي. air fresheners air fresheners طبعا كلمه fresheners جايه من كلمه fresh، واحنا قلنا فريش يعني نقي او طازج. air fresheners اللي هي معطرات الهواء. planet planet كوكب. traffic traffic يعني ازدحام مروري. emissions 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 يعني انبعاثات. dangerous 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 معنى خطير. greenhouse 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 معنى صوبة زجاجية. nightmare 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 بمعنى كابوس. breathing problems breathing طبعا التي هنا حبايب تنطق ذا. breathing problems يعني مشاكل تنفسية. dream dream يعني حلم. تعال نشوف حبايبي الاكسترا فوكابولاري اللي هو مدهنا. اول كلمه rain rain يعني مطر. grass grass يعني حشائش. sky sky يعني سماء. hospital hospital يعني مستشفى. awful awful يعني فظيع او مزعج. factory 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 يعني مصنع. dirty 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 يعني غير نظيف. gray 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 حبايبي بمعنى اللون الرمادي. beach 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 يعني شاطئ. plastic plastic يعني بلاستيك. clean clean يعني نظيف. horrible 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 pollution pollution تلوث. fruit fruit فاكهة. shade shade ظل. sitting sitting يعني الجلوس. heart heart خلي بالكوا حبايبي اسمها heart مش heart heart ان heart كلمة تانية خالص HURT بمعنى يؤذي، لكن دي اسمها heart heart يعني القلب. lung lung يعني الرئة. تعالوا نشوف حبايبي يلا الأفعال المنتظمة والغير منتظمة اللي هو مدهالي. ده كلمة stop stop stopped stopped يبقى الإيدي هنا هتنطق T. ليه؟ قال عشان الكلمة دي نهيتها P sound. طب breathe breathe breathed breathed plant plant planted planted stay stay stayed stayed no no new new drive drive drove drove dream dream dreamt dreamt or dreamed dreamed smell smell smelt smelt. تعال نشوف يلا الامبورتنت اكسبريشنز اللي معانا. need to بمعنى يحتاج الى. stay at يبقى في. because of بسبب. anymore يعني لم يعد. look after look after يعتني به. keep clean keep clean يعني يبقى نظيفا. work hard work hard يعني يعمل بجد. get ready for get ready for يعني يستعد لي. تعال نشوف حبايبي يلا اول كويز معانا، ودي مديها لي بناء على حفظي للكلمات. عندنا كلمه breathing يعني التنفس،
hospital يعني مستشفى، toxic يعني سام، field يعني حقل، traffic يعني ازدحام مرور. أول جملة بقول لي plastic is a saw it kills a fish when they eat it. طبعا بقول لي إن البلاستيك ده إيه، عشان كده بيقتل الأسماك لما بتاكلها. طالما بيقتل الأسماك لما الأسماك بتاكلها أكيد فهيبقى toxic. قلنا toxic حبايبي بمعنى سام. تعال نشوف number 2، بقول لي dirty air causes problems with a. بقول لي قلنا dirty دي معناها قذر أو متسخ، فبقول لي الهواء المتسخ causes يعني بيسبب، كلمة cause بمعنى يسبب، problems problems يعني مشاكل، with أكيد بيسبب مشاكل في التنفس، يبقى breathing. تاني حبايبي breathing. طب تعال نشوف كده number 3، بقول لي there is too much in the street. بقول لي في ايه كتير في الشارع. خلي بالكوا حبايبي كلمة traffic، too much traffic يعني في ازدحام مرور كتير في الشارع. وهنا حبايبي لازم ننبه على حاجة مهمة جدا، ان انا عندي في كلمة اسمها much بمعنى كثير، وكلمة اسمها many بمعنى كثير. فرق بين الاتنين ان much بيجي وراها اسم لا يعد ما بيتعدش. شكل ايه كده يا مستر؟ قلنا مثلا شكل الووتر المية، شكل الشجر يعني السكر. فبالتالي لو قلت لك ترافيك ده اسم معدود ولا غير معدود، هتقول لي لا مش معدود. ليه؟ هتقول لي لان يجي قبله ماتش. طب ميني؟ قال لي لا ميني بيجي وراه اسم جمع فقط لا غير. خلاص فممكن اقول ميني بنز يعني كثير من الاقلام، ميني رولرز يعني كثير من المساطر. طب تعال نشوف بقى نمبر 4، بيقول لي وين ام ال يعني لما بكون الحبايبي بمعنى مريض، ودي صفة. وانا ام ال يعني لما بكون مريض I go to that، بروح ايه؟ برافو عليكم، hospital يعني hospital حبيبي، برافو عليكم، hospital معناها مستشفى، يبقى لما بكون مريض بروح المستشفى. تعال نشوف حبايبي يلا الديفينيشنز يعني التعريفات اللي هو مديها لي، مهمة جدا لأن بناء على التعريفات ده بيجيب لي اختيارات. عندنا كلمة toxic بمعنى سام، قال لي يعني very bad to eat or breathe، طبعا يعني سيء جدا للأكل أو للتنفس. طيب عندنا كلمة air freshener، air freshener بمعنى معطر هواء، قال لي دي a way of making the air smell cleaner، عادي طريقة بنخلي بيها الهواء ريحته أجمل. طب تعال على كلمة emissions، emissions يعني انبعاثات أو غازات، قال لي gases يعني الغازات from cars من السيارات، are factories أو المصانع، shade shade حبايبي بمعنى الظل، قال لي out of the sun يعني تبقى بره الشمس يبقى انت كده في الظل، nightmare nightmare حبايبي يعني كابوس، وان الكابوس ده يعني a bad dream يعني حلم سيء. طب تعال نشوف اللي بعدها، بيقول لي greenhouse، وان greenhouse دي حبايبي بمعنى صوبة. طب ايه الصوبة دي؟ قال لي a glass building يعني مبنى زجاجي used for growing plants، بستخدمه عشان ازرع فيه النباتات. بشكل ما احنا عارفين ان الصوبة دي بزرع فيها نباتات الصيف في الشتاء ونباتات الشتاء في الصيف. عندنا كلمة acid يعني has chemicals in it، acid حبيبي بمعنى حمضي يعني فيه كيماويات، has chemicals in it. طبعا على طول بقى بسرعة اداني سؤال على التعريفات. number 1 بولي when you have a bad dream، طبعا لازم اكون حافظ تعريفات كويس عشان اقدر احل السؤال ده. بولي when you have a bad dream يعني لما بيكون عندك حلم سيء. قال لي it's a nightmare، يبقى ده حبيبي كابوس. طيب emissions are الانبعاثات دي مالها؟ قال لي are gases يعني غازات from cars or factories من السيارات او المصانع. طب number 3 بقولي a greenhouse is، ان الصوبة مالها؟ برافو عليكم، it's a glass building used for growing plants يعني مبنى زجاجي بستخدمه عشان ازرع فيه النباتات. when you are in the shade لما بتكون في الظل يبقى انت بره الايه؟ برافو عليكم، بره الشمس، يبقى you are out of the sun يعني انت حبايبي بره الشمس. تعالوا نشوف حبايبي بقى حكايه النايت مير بتاعنا الكابوس، وازاي ان انا بحلم ان العالم كله اصبح ملوث وكل حاجه فيه مش كويسه، سواء هواء او ميه، سواء ما بنشربها او هواء، حتى الحديقه كلها بقت مليانه تلوث. تعالوا كده نشوف، بيقول لي I can't breathe، I can't breathe يعني أنا مش قادر أتنفس. I know that، أنا عارف إيه. The air is black and toxic، الهواء أسود وسام. Inside the house،
We use air fresheners to try to make the air smell better. طبعا بيقول لي داخل المنزل احنا بنستخدم المعطرات عشان نخلي الهواء ريحته كويسة. We can't go outside. مش قادرين نخرج برا. There are too many cars. لاحظ بقى حبايبي ادي ميني اللي معناها كثير جواها اسم جمع. And too much traffic. ادي traffic اللي هو اسم لا يعد جه قبله much. بقول طبعا احنا مش قادرين نخرج برا لان في سيارات كتير وازدحام مرور كتير. There are too many emissions. قال لي في انبعاثات كتير غازات كتير. ولاحظ ميني عشان الاميشنز الجامعة from cars واللي فيه غازات كتير طالعة من السيارات. It's dangerous for children's lungs and we have to stay at home. أقول دي خطيرة جدا على الرئة بتاعت الأطفال ولازم نقعد في البيت. لازم نقعد في البيت. There are many days when we can't go to school because the air is too bad. وحتى في أيام كتيرة لاحظة دي ميني أري دايز جامعة واللي في أيام كتيرة ما بنقدرش نروح فيها المدرسة عشان الهواء ماله حبايبي سيء. My little brother had to go to hospital because of problems with his breathing. حتى أخويا الصغير راح المستشفى عشان كان عنده مشاكل في التنفس. بيكمل النايتمير بيقول I remember when we could go to the park and play with our friends. أنا فاكر والله لما كنا بنروح الحديقة وبنلعب مع أصدقائنا. The grass was green and the sky was blue. العشب كان أخضر وكمان السماء كانت زرقاء. We could even see the sun. حتى كنا بنشوف الشمس. Now we can't see the sun anymore. خلاص لم نعد نرى الشمس. Because the sky is gray or black. خلاص السماء بقى لونها رمادي أو أسود. And the old days في الأيام الماضية زمان يعني It was lovely to have rain after a very hot day. كنا بنفرح قوي لما بنلاقي مطرة بعد يوم حار. But now the rain is acid and when it falls we can't go out. دلوقتي المطرة بقت حمضية بقت مليانة كيماويات وما بنقدرش نخرج بره. I remember going on holiday and playing on the beach with my family. يعني أنا فاكر لما كنا بنطلع في الأجازة وبنلعب على الشاطئ مع الأسرة. We swam in the sea. كنا بنعوم في البحر. But now we can't swim in the sea. دلوقتي ما بنقدرش نعوم في البحر. ليه؟ Because there's too much plastic in it. لأن في بلاستيك كتير فيه. And it's dirty. Dirty حبايبي بمعنى قذر متسخ. Other things I remember are eating fruit from trees and sitting in their shade on hot days. ده بس ده انا فاكر حاجات كمان لما كنا بناكل الثمار من الأشجار على طول وبنقعد في الظل بتاعها في الأيام الحرة. But now they cut down all the trees. إيه ده دلوقتي الأشجار كلها مقطوعة. So we only have fruit from greenhouses and we can't sit outside anymore. فبقينا نحصل على الفواكه والثمار من الصوبات بس فقط لا غير. وكمان ما بنقدرش نخرج بره عشان ما فيش ظل للأشجار. But wait. What's that? بقول إيه؟ استنوا كده. إيه ده؟ It's my mom calling. The mama بتنادي. And it's time to get ready for school. وده وقت الذهاب للمدرسة. وقت ان انا استعد. خلي بالكوا حبايبي. It's time to be. وراها فعل في المصدر دايما. It's time to get ready for school. ده انا لازم استعد للمدرسة. It was all an awful nightmare. ايه ده؟ ده اللي انا حكيته ده كله كان عبارة عن كابوس. يعني انا كنت بحلم. I look outside and the sky is blue and I can see the sun. بس بره وحمد ربنا ايه ده السماء زرقاء وكمان انا شايف الشمس. We're going to the park today. ده احنا هنروح الحديقة النهاردة. But I remember my dream and I know in my heart we need to look after our planet. بيقول بس انا افتكرت الحلم بتاعي وعرفت من داخلي ان احنا لازم نعتني بالكوكب بتاعنا. وعرفت من داخلي ان احنا لازم نعتني بالكوكب بتاعنا. خلي بالكوا حبايبي الجزء ده بقى مهم جدا جدا. ليه؟ لان الباراجراف هيجي لي من هنا ويقول لي قول لي ازاي بنعتني بالكوكب. تعالوا بقى نشوف ازاي. We can drive our cars less. يبقى احنا ممكن نقلل من سواقه السيارات. Use our bikes more. وكمان نزود من ركوب الدراجات لانها ما بتعملش تلوث. Plant trees ونزرع أشجار and keep our sea clean وكمان نحافظ على نظافة البحر.
But we must work hard at this. بس احنا لازم نعمل بجد من اجل تحقيق ذلك. كده حبايبي يبقى احنا عرفنا ان ده كان كابوس صعب جدا، ولكن عرفنا من خلاله ان احنا لازم نحافظ على بيئتنا نظيفة وجميلة. تعالوا نشوف حبايبي يلا بسرعة general exercises اللي هو مديهالي على الدرس الرابع. عندنا كلمة emissions، emissions يعني غازات سامة او انبعاثات. عندنا air الهواء، traffic يعني المرور او الازدحام المروري، acid يعني حمضي، toxic يعني سام. بيقول لي we can't breathe، قلنا دي اسمها breathe حبايبي مش breath. breath يعني نفس، لكن breathe يعني يتنفس. because the air is black and لان الهواء اصبح اسود وايه؟ برافو عليكم، سام، يبقى toxic. toxic يعني سام. we can't go outside، there are too many cars and too much air، so we have to stay at home. بقول له احنا مش قادرين نخرج بره لان في عربيات كتير وايه؟ برافو عليكم، ازدحام مروري. But too much traffic، وان الترافيك دي لا تعد. So we have to stay at home because air from cars are dangerous، اللي بتطلع من السيارات وخطيره. برافو عليكم. emissions، emissions اللي هي الغازات السامه او الانبعاثات السامه. بيقول because emissions from cars are dangerous for our lungs، children can't go to school because the air is too bad. ما يقدروش يروحوا المدرسة، هقول لان الايه بقى سيء. برافو عليكم. because the air is too bad، الهواء سيء جدا. تعالوا نشوف يلا سؤال التوصيل. بولي when something's toxic، لما يكون حبايبي الشيء سام، قلنا يبقى it's very bad to eat or breathe او تتنفسه. emissions are، قلنا الغازات السامة دي او الانبعاثات السامة مالها؟ برافو عليكم. gases that come from cars and factories، air fresheners help us. بقول لي ان المعطرات دي بتساعدني ايه؟ برافو عليكم. to make the air smell cleaner، هو يبقى ريحته اجمل. the nightmare is، قلنا ان الكابوس ده ماله حبايبي؟ برافو عليكم. a very bad dream يعني حلم سيء جدا. تعالوا نشوف يلا الترتيب بتاعنا، وشكل ما قلنا سؤال الترتيب حبايبي ما اكتبش 1 2 3، لازم ارتب كويس واعرف برتب ازاي. عندنا planet يعني كوكب، look يعني ينظر، لكن لو جه معاها look after يبقى معناها يعتني بي. our we after need to، طبعا هنا لازم اقول ان احنا محتاجين نعتني بالكوكب بتاعنا. طب يبقى we احنا يعني نحتاج يعني يا حبايبي؟ برافو عليكم. need to، قلنا need to بيجي وراها فعل، يبقى need to look. طب look ايه؟ after، برافو عليكم. طب look after our planet، يعني نعتني بالكوكب بتاعنا، يبقى احنا في حاجه ان احنا نعتني بالكوكب بتاعنا. تعالوا نشوف حبايبي number 2، بول stops from going bad air to schools and children. طبعا stops بمعنى يمنع، from going من الذهاب، to schools الى المدارس، children يعني الاطفال، و bad air يعني الهواء السيء. طبعا المفروض هنا اقول ان الهواء السيء ده بيمنع الاطفال من ان هم يروحوا المدارس. طب الهواء السيء اللي هو bad air، ماله ال bad air؟ stops ادي الفعل. طب بيمنع مين؟ برافو عليكم. children، بيمنع الاطفال. طب بيمنعهم من ايه؟ from going، يعني بيمنعهم من الذهاب. من الذهاب لايه؟ برافو عليكم. to schools، الى المدرسه. طب تعال نشوف نمبر 3، بيقول black my sister horrible dreams about in the air. طبعا حبايبي black يعني اسود، my sister يعني اختي، horrible يعني فظيع، dreams هنا بمعنى يحلم مش بمعنى احلام، about يعني عن، وair يعني هواء. المفروض اقول ان اختي بتحلم عن الهواء الاسود الفظيع. طب المفروض اقول ايه؟ يبقى هقول حبايبي my sister، my sister يعني اختي، فين الفعل بتاعي؟ dreams. طب تحلم عن اسمها؟ dreams about، يعني بتحلم عن. طالما horrible حبايبي جايب له وراها كما، يبقى اجيبها هي الاول قبل black، فاقول about horrible black air، يعني الهواء الاسود الفظيع. تاني my sister dreams about horrible black air. طب تعال نشوف نمبر 4، بيقول problem Sara breathing has her with. طبعا حبايبي problems يعني مشاكل، Sara breathing يعني تنفس،
has hair with. طبعا انا عايز اقول ان سارة عندها مشاكل في التنفس. تاني عايز اقول سارة عندها مشاكل في التنفس، فهقول سارة has. سارة عندها، طب سارة عندها ايه؟ هتقول problems يعني مشاكل. طيب في ايه؟ يبقى هجيب with. her breathing يعني عندها مشاكل في التنفس. تاني Sarah has problems with her breathing يعني سارة عندها مشاكل في التنفس. تعالوا نشوف حبايبي، يلا سؤال اختياري بتاعي. بيقول لي the rain is acid it has a in it. بيقول ان المطر ده حمضي، يبقى فيه ايه؟ برافو عليكم، فيه chemicals. chemicals حبايبي يعني مواد كيميائية. candies بمعنى حلوى، والشيدز بمعنى ظل، وعندنا plants بمعنى نباتات. تعال نشوف نمبر 2. بيقول لي when the air is dirty، لما الهواء حبايبي بيكون متسخ. we have problems with ايه؟ اكيد لما الهواء بيكون متسخ بيبقى عندنا مشاكل في التنفس اللي هو breathing. طيب نمبر 3 بيقول لي what can we do to ايه our planet؟ طبعا ايه اللي احنا نستطيع ان نفعله عشان ايه الكوكب؟ اكيد عشان نحمي. يعني ايه يحمي حبايبي؟ protect. طب تعال نشوف نمبر 4. بيقول لي we use ايه for growing plants؟ في الوحدة دي عرفنا ان احنا بنستخدم ايه عشان نزرع فيه نباتات. برافو عليكم، جرين هاوسز يعني صوبات. طب نمبر 5 بيقول لي there are a lot of trees and we sit in there. بيقول لي يوجد الكثير من الاشجار واحنا بنقعد فين؟ في ظلها. يبقى in their shade. shade حبايبي بمعنى الظل. تعالوا حبايبي بقى شكل ما قلت لكم على سؤال باراجراف اللي بيقول لي اكتب فيه خمس جمل عن what can we do to protect our air، يعني ايه اللي احنا المفروض نعمله عشان نحمي الهواء بتاعنا. طبعا جايب لي planet يعني الكوكب، وعندنا كمان كلمة cars يعني سيارات، وعندنا كمان كلمة bikes. bikes حبايبي بمعنى دراجات، وعندنا trees. trees حبايبي اللي هي الاشجار. work hard يعني نعمل بجد. طبعا طالما بيقول لي اكتب عن البلانيت الكوكب يبقى هبدأ بكده حبايبي. we should. وشوت حبيبي معناها يجب. قلت لك اوعى تنسى الاندنت الفراغ ده. we should يعني يجب keep our planet clean يعني يجب ان احنا نحافظ على كوكبنا نظيف. طب مش ممكن يا مصر اقول we should protect our planet يعني يجب ان نحمي الكوكب بتاعنا؟ عادي جدا حبيبي اي صيغه. طب المفروض بقى ان انا اجيب الحاجات اللي احنا هنعملها عشان حافظ على الكوكب بتاعنا نظيف. طبعا الكلام ده قابلني قبل كده، عشان كده بقول لك لازم نقرا الموضوع كويس جدا. يبقى حاول كده we should use our cars less يعني المفروض نقلل من استخدام السيارات. طب الجملة اللي بعدها we should، قلنا should حبايبي معناها يجب، use our bikes more، استخدم الدراجات بتاعتنا اكتر. خلي بالك حبايبي الفلسطوب مهم جدا. طب التريز المفروض ان احنا نزرع اشجار، يبقى هقول we should plant more trees، نزرع اشجار اكتر. طب يا مستر مش ممكن اقول we shouldn't cut trees يعني المفروض او لا يجب ان احنا نقطع الاشجار؟ عادي جدا حبايبي ان انا اكتبها. طبعا حاجه مهمه جدا we shouldn't يعني احنا لا يجب. we shouldn't throw يعني لا يجب ان نرمي rubbish زباله حبايبي in the sea. يعني المفروض ما نرميش الزبالة فين؟ في البحر او in water عموما في المية. طيب تعالى بقى work hard. طبعا شكل ما قال في القطعة هقول we must يجب work hard at this يعني يجب ان احنا نعمل بجد عشان نحقق الكلام ده. كده يبقى انا كتبت باراجراف بسيط جدا وسهل جدا وكلماته بسيطة. Thank you very much for watching but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك كل التنبيهات بالحلقات
اللي جاية ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو يلا شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. وما تنساش لو محتاج اي حاجة ممكن تعلق لنا في الكومنتس. جوبا، السلام عليكم.